نظر المحكمة موضوع الدعوة و يعني تحقيق كل طلبات الزملاء الأفاضل الحاضرين عن باقي المتهمين، التاسع والعاشر وفقا لموقفهم القانوني والواقعي في أوراق الدعوة، والذي ستتولى المحكمة تحقيقه لاحقا، أنا ألتمس بحق الهيئة الموقرة أن تأمر مجددا بإخلاء سبيل المتهمين، حيث أن الحالة التي قد جاء بها لعد الهيئة الموقرة طرعين المختارين أنهم كانوا مخيلين السبيل. شكرا. ما يتعلق بالمتهمين.